السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، هذا اخوكم سيمو يعود اليكم من جديد. اخواني اخواتي الكرام، قبل ما غادي تسمعوا بعض المحسنين ديال اللي كانوا يساعدوا يوسف الزروالي، قبل ما غادي تشوفوا وتسمعوا الاودويات، مهم اخواني اخواتي الكرام اللي عمره شافنا ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا اخواني المشاهدين كل جديد. وغادي نقرا لكم المقال اخواني المشاهدين، يعني هذا الشيء بالعلم حتى الام ديالو، وهذا الشيء اللي حنا ما بغيناش. حنا كما نقولوا حنا كنا نسمعوا بان الناس وضحايا خرج بان كانوا يقولوا يوسف الزروالي نصاب ويعني نصب على الناس كما داك باين ايه عاوتاني قال لك ودي نصب، ولكن حنا ما غاديش نطعنوا في القضاء ونقولوا القضاء لا انت ما تعرف دير والو ولا انت يا كذا ولا القضاء. وراه كل ما شدش عليه شي بروف اخواني المشاهدين بنادم يفكر بعقله، القضاء وكان ما شدش عليه شي بروف راه ما غاديش يعتقلوا اخواني المشاهدين ويديه ديريكت للسجن تولان. هذا الشيء اللي غادي نقراه لكم درك اخواني المشاهدين، فوجه ممتعه نخليكم مع بعض واحد المحسنه اللي هدرت على يوسف الزروالي. سمعوا اخواني المشاهدين من بعد الفاصل ونواصل ان شاء الله. هاي السلام عليكم، كل شيء مزيان عليكم. انا يلا واحد المحسنه من هولندا، انا كنعرف يوسف الزروالي هذه السنين ماشي عاد البارح ولا اليوم باش نعرفه. وهذا الشيء اللي سمعت على خي يوسف هذا الشيء ألمنا بزاف، لأن للعائلة ديالي، لأنه هذا الشيء اللي كيقولوا عليه ما كيتقبلوا لا العقل ولا التحاجة، لأنه ما يمكنش من المستحيلات من المستحيلات أن يوسف من هذا النوع هذا، لأن يوسف من نوع ديال إنسان طيب والطين دياله طيب والوالدين دياله ولا خوته ولا عائلته الله يعمر لهم الدار. أنا كنعرفو السنين هذه كان عاونا معاه المحسنين، عمري انا حصلت عليه شي حاجه ولا دا شي حاجه، ودليل على هذا الشيء كيقول لي هاد النمره التليفون واحد العائله ها شنو عندهم شنو عندهم واش تقدري هاد العائله تقدروا تعاونوهم ديريكت، زعما عطاوهم الفلوس ديريكت بينك وبينهم، زعما الله يجازيكم بالخير. يعني هاد الشيء بالنصب ولا هذا ما كاينش، وحسبي الله ونعم الوكيل، لانه غدا ولا بعده غادي يخرج وغادي يولي هاد الشيء غير معاوده وحشومه على الناس اللي طالقين عليه النصب والنصاب. شبه حشومه وعيب وحرام. دليل على هاد الشيء هاد كورونا هو جلس في المغرب، سمح في عائلته، سمح في خدمته، سمح في والدي واخا في البلاد معاه وكيمشي يعاون المحسنين ويعاون الناس على شي عنده غيره على بلاده وغيره على ولادو ولاد بلادو بنات بلادو. كيبغي البلاد، كيبغي الوطن، كيبغي الملك، كيبغي الشعب ديالو، كيبغي خوتو المغاربه. واخا هنا في اوروبا كيقول كيشوف شي واحد بلا الوراق ولا ما يمكنش يوسف ينعس ويشوف شي واحد في الزنقه عريان ولا فيه الجوع وما يلقالوش شي الحل ابدا ما كايناش. اخواني المشاهدين، من بعد ما سمعتوا واحد المقطع ديال واحد المحسنه اخواني المشاهدين، هذه المحسنه اللي في هولندا، انها كتقول يعني يوسف ماشي نصاب، وكتقول بانها هي كانت تعطي ليوسف، وكانت يعني هي كانت تعطيه الفلوس كما نقولوا، كانت تقول له ودي عطيهم لهاد الناس، ولا كما نقولوا هو كان يقول لها لا خصك انت هي تهضري مع هاد الناس ديريكت وانت تصيفط لهم الفلوس ديريكت وانت دير. ولكن حنا ماشي حنا اللي قلنا هاد الهضره، دوك هما راه الناس كيخرجوا بزاف درك على القناه ديالو، شي واحد راه كيتحكم فيها وكيدير فيها الاودويات، ماشي حنا اللي كنقولوا، الصحافه اللي كتقول والناس اللي كتقول والضحايا اخواني المشاهدين هما اللي كيقول، ماشي حنا اللي قلنا ان يوسف الزروالي راه هو نصاب. حنا ما قلناش هذا الشيء، حنا بالعكس هذه شحال كنا نهضروا عليه بالزينه، ولكن مين بحوايج زينين، ولكن مين تطورت الصوالح والناس بقات تهضروا كثرت الاخر، راه شكون اللي كره في هذه الوقيته هذه اللي يدير الخير؟ شكون اللي كره؟ عاد الخير في هذه الوقيته هذه يرجع لك هو مزوي. هذا الشيء اللي كاين، حنا كما نقولوا حتى شي واحد ما قدر يهضر عليه في هذه الاونه الاخيره، لان كما نقولوا ان باين ايه هذيك الانسانه اللي مسكينه صغيره في الله جسمينا، وكما نقولوا مريضه اخواني المشاهدين، مريضه بواحد المرض الله يشافيها ويشافي جميع
المسلمين يا رب العالمين. بنادم اللي بغى يدير الخير يصيفط ما يكونش واسط باش ما يلقاش واحد المشكل. يعني غادي يلقى واحد المشكل واخا انت كدير في سبيل الله وتعترف في سبيل الله، ولكن غادي يجي واحد الوقت يقولوا لك انت نصاب. ولكن حنا غادي نهضروا على هذا يوسف الزروالي والام ديالو. قال لك الام ديالو كانت مراقبه على هذا الشيء وكانت عارفه على هذا الشيء، وان يوسف الزروالي قال لك الشرطه ان شدت عليه النصب والاحتيال والسب والشتم، وكما نقولوا نشر صور وفيديوهات بلا خبر الناس. يعني هذا الشيء بزاف، يعني كيما راه حتى شي واحد ما معصوم من الخطا، حتى شي واحد ما معصوم من الخطا. ماشي بنادم تشوفوه دار واحد شويه الحياه تقول ودي هذا كذا وكذا وكذا، راه فاعل خير وراه فاعل كذا وفاعل وتارك. لا اخواني المشاهدين، هذا هو الغلط. راه اي واحد واش قالوا اخواني المشاهدين في هذا السيد، قال ان كان يعطي النص والنص كان يديرو في الجيب. يعني هذه من جهه، ماشي حنا اللي قلنا، يعني كثروا بزاف ديال علاش غادي يخرجوا هاد الضحايا يقول لك ان السيد نصاب؟ علاش؟ لان راه خرجوا ناس يقول لك بان هاد السيد نصاب، علاش؟ ماشي حنا اللي قلناها، يعني ما غاديش يجيو يقول لك اودي الاعلى انت عايش. شكون اللي ما يبغيش في هذا الوقت هذا واحد الانسان يدير الخير؟ هذه هي اللي ما كتدخلش للعقل الاخوان المشاهد. اي واحد كيبغي واحد الانسان اللي يدير الخير ويشير بنادم كما هاي هاد السيد، والله اعلم شكون هاد الناس، واش محسنين واش ماشي محسنين، واش غير ناس خرجوا في ديك القناه، والله اعلم. حنايا كما نقولوا اخواني المشاهدين، هذا الشيء اللي سمعناه قال لك بانه هي ما كانش ينعس وكان ما يقدرش يخلي شي واحد بالجوع، ما فهمناش. ولكن في حوايج اخرين ما كتشوفش ما وراء الكواليس وما وراء الفيديو، ما كتشوفش. الناس كانوا يقولوا انه كيمشي عند المراه وكيقول لها هما اللي قالوا، كيقول لك ودي بلي كيمشي عند المرأة ولا عند شي راجل، راه واحد فلانة صيفط عطات قدة ولا صيفط لك قدة، ولكن أنا غادي نعطيك قدة وغادي تخرج بلي الناس تقول فيديوهات بالفيديو بأن تقول بلي أنا السيد راه شرى لي دار وعطاني قدة، وهو بحال نقولوا عطاه مليون، الآخر يعطي غير 5000 درهم. يعني مهم بزاف كثرة القيل والقال. هنا البراءة غادي ديالو تبان، إلا كان بارئ راه بارئ، ما كانش بارئ يعني راه فيه هاد الشيء اخواني المشاهدين. هذا هو اللي بغينا حنا نعرفوا، يعني شي حاجه اخرى ما بغيناش نعرفوها اخواني المشاهدين. هاد الشيء اللي كاين، الا بانت البراءه ديالو راه ما دار والو، ما بانتش البراءه ديالو ودخل للسجن وحكموا عليه، عرفوا بانه فعلا انه كاين سب ونصب والاحتيال. بعض القنوات بغيت نشير لبعض القنوات انهم كانوا يهضروا عليه بهذه شحال باللي ماشي زينه، حوايج ماشي زينين. من بعد من كشفوا التنعاشين من عندهم بقاو يهضروا عليه بحوايج زينين، وبقاو يقولوا بانهم هما ما كيعرفوا عليه حتى شي حاجه. ولكن بحاجه اخرى اخواني المشاهدين، علاش نتوما حمزه مومبيبي ودنيا باطمه والعالم والعالم الرياضي تعرفوا عليه كل شيء، وهذاك الانسان ما تعرفوا عليه حتى شي حاجه؟ هنا باش تعرفوا ان بنادم فيه النفاق، يعني بنادم باش تعرفوا ان فيه النفاق ومنافق. هذا الشيء اللي كما نقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وشكون اللي كيحصل في هذا الشيء غير الوالدين؟ شكون اللي كيبقى في هذا الشيء غير الوالدين اخواني المشاهدين؟ ها انت قال لك ودي حتى الام ديالو في هذا الشيء هذا، ولكن مع العلم مهما كان الام ديما كتكون ام كبيره. الله يفرجها على كل واحد، حتى شي واحد ما نبغيو له الحبس، ولكن لا حول ولا قوه. شكون اللي كيبقى فيها؟ يبقاو فيها غير دوك الامهات، اذا كان هو يخدم عليها ويصرف عليها لا حول ولا قوه يعني الا بالله العظيم. ولكن اخواني المشاهدين كاع اللي كيغروا المهم بعض الناس كيقولوا بانه كيتدرك ما وراء الوطن، ما كيتدرك كي ديك الجمله تاع كيما نقولوا الوطن حنا حب الوطن وكذا، يعني ديك الجمله كيقول لك بانه هو كيتدرك من وراء هذا هذه الكلمه هذه. اخواني المشاهدين غادي نقرا لكم التفاصيل باش تسمعوا. هذا السيت هو اللي قال، السيت هو اللي قال، ماشي حنا اللي قلنا اخواني المشاهدين. قال لك ولايه امن مكناس توقف مشتبهين من بينهم يوسف الزروالي، وهذه هي التهم الموجهه لهم. اخواني المشاهدين قال لك ولايه امن مكناس توقف مشتبهين من بينهم يوسف الزروالي، وهذه هي التهم الموجهه لهم. احالت المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بمدينه مكناس على النيابه العامه المختصه زوال يوم الامس الخميس 11 يونيو الجاري اربعه اشخاص يشتبه في تورطهم في قضيه تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفه ينظمها القانون والتشهير والتحقير مقرر القضائي والسب والشتم وبث صور الاشخاص بدون موافقتهم. وكانت مصالح الامن بمدينه مكناس قد توصلت بالعديد من الشكايات في مواجهه المشتبه فيه الرئيس يوسف الزروالي
الذي يقدم نفسه فاعلا جمعويا بأوروبا والتي يتهمه فيها الضحايا باستغلال وضعيتهم الاجتماعية الهشة بدعوى جمع تبرعات المالية والعينية باسمهم قبل أن يعمد إلى الاستحواذ عليها وتسليم عائدات مالية بسيطة منها فقط وذلك بمشاركة وعلم. هنا سطروا لي على هذه الجملة هذه. قال لك بمشاركة وعلم والدته التي تم تقديمها هي الأخرى أمام العدالة. اللهم لا شامت احنا ما كنتش نشفوا حتى بشي واحد. وقد شمل البحث التمهيدي في هذه النازلة شخصين آخرين وذلك الاشتباه في تورطهما في نشر محتويات رقمية تتضمن عبارة السب والشتم والتشهير في مواجهة المتورط الرئيسي ووالدة يعني زوج مع آخرين إخوان المشاهدين الرئيسي ووالدته. وقد قررت نيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بنفس الهيئة القضائية ملتمسة فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم والذي قرر إيداع ثلاثة من المشتبه فيهم بالسجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي بينما أخضع والدة يوسف زروان المشتبه فيه الرئيسي لتدابير المراقبة القضائية. يعني شكون اللي كيديرها إخوان المشاهدين ويحصلوا فيها؟ هما الوالدين إخواني المشاهدين. هانتوما دخل الوالدة ديالو في هاد الشيء هذا ما عرفناش حنا خصنا غادي نشوفوا إخواني المشاهدين من بعد وغادي إن شاء الله باش ما توصلنا غادي نوصلوها لكم إخواني المشاهدين لأن هاد الشيء بزاف إخواني المشاهدين أنهم الوالدة ديالو في هاد المعمعة في هاد الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم راه حتى شي واحد ما يبغي هاد الشيء. ولكن القضاء الحمد لله على القضاء المغربي وشعارنا واحد الله الوطن الملك. وش غادي نقول لكم اخواني المشاهدين هنا غادي تبان الحقيقه اي مغربي كان يستنى هذا النهار هذا باش يديروا معاه غير تحقيق. ولكن الا كان داير فعلا كان يدير الخير حنا نبغيو الناس اللي يديروا الخير الاخر كما قالت هذا الصحافه قالت بانها كان يدير مبلغ مالي ومبلغ مالي يعطي اخواني المشاهدين. ولكن قالت بزاف ديال القضايا فيه نصب الاحتيال وبزاف ديال الشكايات اخواني المشاهدين هذا الشيء اللي غضنا الحال لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. غادي نشوفوا القضاء باش غادي يحكم عليه اذا حكم عليه ودخل للسجن عرفوا بان هذا الشيء كل التهم تثبت اليه اخواني المشاهدين. كان خرج عرف بلي البراءه ديالو خرج لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم لا شماته. ما تنسوش اخواني المشاهدين ضغطوا هنا زر الاشتراك وعلى زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم فيديو قادم ان شاء الله.